خلي ارحب بضيف الاستاذ ميثم الصافي مدير المكتب الاعلامي لوزاره النقل عبر الهاتف معانا. اهلا وسهلا بك استاذ ميثم. نعم اهلا وسهلا بك معزيز. شكرا جزيلا انضمامك لنا لتبيان حقيقه ما جرى من عمل اللجنه التحقيقيه اللي امر بها السيد رئيس الوزراء. نعم. وسيد وزير النقل بسحب يد ستة واعفاء او سحب يد ايضا مدير عام الخطوط الجويه العراقيه، وين وصلت التحقيقات؟ اهلا بك استاذ، تفضل. شكرا جزيلا لكم لتحت الفرصه للحديث عن هذا الموضوع المهم. بالتاكيد انه بعد حادثه تاخير رحلات في الخطوط الجويه العراقيه كان هناك تواجد ميداني للسيد وزير النقل وايضا مستشار رئيس وزراء لشؤون المنافذ الحدوديه والنقل السيد سامي السوداني. كان هنالك عده اجراءات ابرزها ان يكون هنالك تشكيل لجنه تحقيقيه من قبل وزاره النقل ومن خلال مختصين في وزاره النقل للوقوف على ملابسات الموضوع. الموضوع هو لا يصل الى حد انه بايقاف حركه العمل خطوط الجو العراقيه، انما هو موضوع او حادث عرضي يحدث دائما في شركات الطيران. لا نقلل من اهميه الموضوع، لكن بالتاكيد اجراءاتنا كانت حازمه. كان هنالك توجيه للجنه التحقيقيه بان تكون هنالك نتائج للجنه التحقيقيه خلال 72 ساعه. اما سحب اليد فنعم، كان هنالك سحب يد لسيد مدير عام الشركه خطوط الجو العراقيه وعدد من المسؤولين ومدراء الاقسام في الشركه نتيجة تأخر رحلات لحركة الطائرات بخطوط الجوية العراقية لليوم أمس الأول.